من المخالفات كمان اللي لاحظها الناخبين واللي سجلها معظم منظمات حقوق الإنسان، فتح اللجان في أوقات متأخرة، في صناديق ما وصلتش بدري، في أوراق ما وصلتش بدري، في سب حصل لبعض المستشارين، في تعدي بعض قوات الأمن على القضاء. كل المخالفات دي هيتم التعامل معاها ازاي قبل المرحلة الثالثة؟ يعني احنا لازم نوقفها عشان نقدر ندخل على مرحلة جديدة. بص حضرتك، انا يعني رغم يعني رفضي وتحفظي على كل هذه المخالفات واللي تم، لكن احنا عاوزين نقول منظومه الانتخابات نجحت بنسبه 90%. احنا كان قبل اجراء هذه الانتخابات البلد بتعيش حاله من حالات التوتر، شفناها في المظاهرات في ميدان التحرير وفي محمد محمود وفي شارع صحيح. مجلس الشعب، وكان في ناس كتير قوي بتشكك في امكانيه نجاح الانتخابات، والبعض ايضا جه شكك مره اخرى او ما عجبهوش يعني ازاي الجيش قدر يحمي الانتخابات وسايب الانفلات الامني. طب كويس ان هو نجح في حاجه، يعني الانتخابات ده تحدي كبير، احنا عندنا هدف استراتيجي، اي واحد في حياته بيبقى ليه اهداف استراتيجيه عاجله واهداف ممكن ياجلها. الانتخابات ديت هي بدايه العبور، ان احنا نعبر مرحله انتقاليه. الناس كلها دلوقتي بتقول لك احنا عاوزين سلطه مدنيه والمجلس العسكري يمشي. طب عشان نوصل لسلطه مدنيه لازم تيجي ازاي؟ تيجي انتخابات مجلس الشعب والمؤسسه التشريعيه تيجي، وبعدين نحط الدستور وتيجي انتخابات رئيس الجمهوريه. لو عطلنا مرحله منهم يبقى بنعطل بقيه المراحل اللي جايه. فاحنا النهارده المنظومه دي انا شايفها نجحت بنسبه 90% بشكل كبير جدا جدا في تامين العمليه الانتخابيه، وان شاء الله العمليه الانتخابيه هتتم بسلام. لكن اللي مطلوب النهارده من القوى السياسيه اللي هي بتتصارع في هذه المعركه، ان هو البعض احيانا بتبقى الشكاوي كيديه واحيانا بتبقى فيه ادعاءات، لكن اللي ظبط وقائع لازم يسلمها للنيابه. يعني انا حتى الان لم اسمع عن بلاغ قدم للنيابه من حزب او من مرشح ضد حزب اخر، كلها كلام مرسل وكلام اتقال. بس ده بيان لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، لا هو اللي قال المخالفات اللي يعني حصلت ازاي. في قضيه عن رئيس اللجنه العليا غير اللي بقوله، احنا بنتكلم على الكلام اللي قالوه على القضاه. يعني في كلام اتقال على القضاه ان هم بعض القضاه زوروا او سودوا او كده، واتقال اللي عنده وقائع يقدمها للنيابه. لكن موضوع تاخير فتح لجان، خلي بالك احنا بنشتغل في مجتمع برضو العمليه الديمقراطيه، يعني انا بعتبر رغم كل دوت احنا في سنه اولى ديمقراطيه بعد الثوره. ننسى ما قبل 25 يناير، لم تكن لدينا ديمقراطيه، ولم تكن لدينا حريه بالمعنى المعروف، ولم تكن لدينا انتخابات، ولم تكن لدينا احزاب. كل هذه المسائل احنا بنبني البيت الديمقراطي من الالف الى الياء، وبادئين لسه في اول خطوه. احنا من المفترض ان في مؤسسات كتيرة عليها مسؤوليات في اداره العمليه الانتخابيه، يعني اللجنه العليا هي لجنه اشراف ورقابه، لكن في ناس زي الموظفين المفروض يروحوا اللجان، نسمع ما خدوش فلوسهم معتصمين ومش عاوزين يشتغلوا. طبعا دي مشكله لازم نحلها ولازم نواجهها. في قضاه بيتاخروا فعلا عن فتح اللجان، في امر تاني بيبقى خارج القضاه ان القاضي ما يقدرش يفتح اللجنه الا بوجود مندوبين للمرشحين. احيانا ما بيلاقيش مندوبين للمرشحين ما يقدرش يفتح اللجنه، وبعدين ينتظر لغايه اول اتنين يخشوا ويطلب منهم يقعدوا مندوبين. في ناس ما بترضاش تقعد مندوبين، يقول له لا انا مش فاضي همشي. فده برضو ظرف قهري بيواجه القضاه. لكن على كل الاحوال احنا علينا ان نستفيد من هذه التجربه والدروس المستفاده في المرحله الاولى والثانيه. اللجنه العليا عندها وقت ان تضع الحلول اللي ممكن تتلاشى هذه المسائل في المراحل القادمه. وايضا من ضمن الحاجات اللي انا بنبه ليها النهارده ان مشرف معز يحاول يحل مشكله مستشاري هيئه قضايا الدوله، لان هم مدينه مهله لغايه يوم 2012، اذا ما اتحلتش مشاكلهم مش هيشرفوا على الانتخابات في المرحله الثالثه. فانا بقول المفروض هو يقعد مع المستشارين ويشوف ايه مشكله مستشاري هيئه قضايا الدوله عشان ما أكيد يمتنعوش عن الاشراف على الانتخابات في المرحله أكيد. الثالثه. بما أننا اتكلمنا على الديمقراطية وسنة أولى ديمقراطية، وحضرتك طبعا يعني اتكلمت في البداية عن تصدر التيار الإسلامي سواء حزب الحرية والعدالة أو حزب النور للانتخابات البرلمانية في المرحلتين، تتخيل إن احنا هنقدر نخلق برلمان متوازن؟ بص حضرتك، يعني موضوع البرلمان المتوازن دوت تختلف فيها الرؤى. يعني البعض يرى برلمان متوازن يعني ما فيش أغلبية ليها نسبة كبيرة تحت القبعة، والبعض يرى برلمان متوازن إن في أغلبية وفي قوى أخرى ممثلة. أنا شايف رغم كل البعض الأمور اللي فيها تحفظ أو فزاعة من صعود التيار الإسلامي السياسي بالحرية والعدالة والنور، لكن أنا شايف البرلمان القادم اللي هتديره المعارضة مش الأغلبية.
يعني المعارضه انا عشت البرلمان من 79 بقالي 32 سنه وراصد البرلمان كويس قوي. في ظل الانظمه الاستبداديه الاغلبيه هي التي تدير البرلمانات، ولذلك احنا كنا دايما نركز شكل الاغلبيه ايه. فكان معروف اسطمبه واحده، الحزب الوطني الديمقراطي المنحل هو صاحب الاغلبيه، فبتتبني كل الحسابات على هذا الوضع. لكن في ظل الانظمه الديمقراطيه وفي ظل رقابه الشعب وفي ظل الثوره، هتلاقي الاغلبيه اللي قد تملك الثلث هي الاقوى تاثيرا داخل البرلمان، لان لا يمكن للاغلبيه القادمه مهما كان لونها ان تتعامل بنفس منطق الاغلبيه قبل الثوره، يعني تستبد برايها، تفرض قراراتها، تفرض قوانينها. ليه بقى؟ لان الاقليه هيبقى وراها شعب ووراها ميدان التحرير، واحنا عارفين وما ادراك ما ميدان التحرير. يعني نرمى الاقليه تقول ده احنا نازلين ميدان التحرير، الاغلبيه هتقول لهم لا ارجوكم اقعدوا احنا هننفذ لكم اللي انتم عايزينه. فانا يعني شايف البرلمان القادم هيبقى فيه حوالي 17 18 حزب او 20 حزب، ودي ما حصلتش في تاريخ مصر. احنا ما ننظرش، احنا عندنا الحريه والعداله على فكره هو مش لوحده، هو تحالف ديمقراطي معاه 10 احزاب، يعني في 10 احزاب ضمن التيار الاسلامي، ضمن التيار الاسلامي الحريه والعداله، يعني هو متحالف مع ايا كان حجمها او تاثيرها، لكن معاه حزب الكرامه واخد مقاعد، غد الثوره واخد مقاعد، الحضاره واخد مقاعد، حزب العمل القديم واخد مقاعد، الجيل واخد مقاعد. صحيح النسبه مش كبيره لكن موجودين. وعندنا الكتله 3 احزاب هتبقى موجوده، وعندنا الوفد موجود، وعندنا الاصلاح والتنميه موجود، يعني هيبقى عندنا 17 حزب. قبل كده كنا اقصى ما نتمناه ان احنا نشوف 3 4 احزاب موجوده تحت الكتله. فانا ارى ان البرلمان هيبقى متوازن من خلال علاقه جديده وصياغه ديمقراطيه بين الاغلبيه والمعارضه، بس ننسى قاعده الرأي للجميع والقرار للأغلبية، يبقى الرأي للجميع والقرار بالتوافق، هي دي القاعدة الجديدة اللي احنا نرسيها لبناء برلمان ديمقراطي سليم في مصر. هو متوازن والله، احنا كلنا نأمل اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ محمود. أستاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة. مشاهدينا قبل ما نختم عايزين نوجه الشكر لكل العاملين، بنهارك سعيد، خصوصا ان احنا كان عندنا مشاكل كتير في عربية النقل الخارجي، فعايزه اشكر كل الموجودين في الكنترول، باشمهندس هشام دهشان وباشمهندس هشام احمد مهندسين الاستوديو، وليد الجمل وعماد فتحي بالفيديو، احمد ربيع كاميرا كنترول، محمد عبد المجيد واحمد جمال في الصوت، وفرج عبد الوهاب، علي عبد المقصود، وعيد محسن فني كاميرا، حسين حبيب وعبد الله فرج، وعبد الحميد متولي اضاءه. بشكرهم جدا لتعاونهم وحسن تعاونهم معانا في الفتره اللي فاتت، وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده. بكره ان شاء الله نشوفكم يوم جديد، فريق عمل جديد، نهاركم سعيد.